اليوم دربي انا كيف قلت دربي راهو يعني قريب من الترجي لا يمكن في اي حال من الاحوال وجود الترجي بدون النادي الافريقي يعني راهي النادي الافريقي جمعيه عريقه ما نشوفوش فيه واذا كان ما فماش النادي الافريقي توفى الكره في تونس بصراحه يعني كشخ ومن عائله مكشخ وعندي زوج في العائله وغيرني حال النادي الافريقي برشا 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 بالحق تربي تحصل نتاع قبل كل ما يعني انا نحب نفهم فيها راهو تربي كنت مفصل لبنتي تربي يعني مش يجي عندك عز جوالات في فورمه وجمعيه الاخرى تعبه تنجم تربح لا تربي نجم الفريق يربح قوي وممكن العكس بالعكس بركه انا طلع مره واحنا نضحك ها شي كان علينا طلع مره تو باش نحسبوها من بعد احنا عندنا مركز احنا عندنا شنطه مزيد هم يلعبوا عطيوها ما كثر مرات ما عندي ما نحكي خليك تشتغل كيف تشتغل؟ بحكي من المطنز بشيء المطنز كاش اليوم خذ الترافيك من المطنز وشو العادة لك تدخلات سياسية فيها باش ما نعطيهمش سكور نوصلهم خمسة ونروحوا على ربيعنا فرحانين